أول شيء نقول كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وعسى رب العالمين إن شاء الله يتقبل طاعتكم. وأنا فخور وسعيد ومستانس وايد أن أنا أكون بين أهلي وناسي في ديرتي الثانية البحرين، بين هالفنانين الكبار، الأستاذ أحمد السلمان، الأستاذ أحمد مبارك، أحمد ميلي، النجمة فاطمة عبد الرحيم، أمين الصايق، المخرج والمنتج المبدع حسين العويناتي اللي ما قصر من بعد رب العالمين لا فضل في أن أنا أكون اليوم متواجد هنا ونعرض مسرحية الدنيا مقلوبة. هذه المسرحية الكوميدية الهادفة الاجتماعية اللي توصل رسائل كثيرة، فيها مشاركة من فنانين من الكويت والبحرين، ومعانا المحبوب دائما فرحان العلي الله يحفظه، وفي رسائل كثيرة يعني ما ودنا نحرقها على المشاهد. نتمنى من الكل انه يحضر ويشوف هذا العرض، وبالنهاية الحكم يرجع للجمهور طبعا، هو اللي دائما يشجعنا وهو اللي يرفع الفنان. شكرا لكم، شكرا لصحيفة البلاد، شكرا لتواجدكم، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. اخوكم عبدالله الطراروه.